هنعمل لكم عصير حلو جدا ومشهور، اللي هو عصير نص ضربه. هنجهزه واحنا بنقول الو يا ولاء. الو، صباح الفل يا ولاء. صباح الفل عليكي، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ انا كويسه الحمد لله بخير. عايزه اقول لحضرتك ان انا بعشقك. ربنا انا يخليكي. ربنا يخليكي يا ولاء، تسلمي. والله بجد بعشقك جدا وبحبك. كلية طلب بقى. طبعا اموريني. عايزه اعرف طريقه الورق العنب بالكوارع لان انا ما بعرفش اعمله. هو انت كريم صلاتك عليا؟ قولي لي بس كده. انا اتفرجت على حلقه امبارح كانت تحفه. قولي لي بس كده عشان بس ابقى فاهمه، قولي لي. لا والله بس اتفرجت على الحلقه امبارح كانت جميله جدا ما شاء الله. ربنا يسعدك يا رب ويسعد قلبك. الله يخليك ويعينيها الاثنين. بكره ان شاء الله ويجعله هنعمله عوض الدنيا كلها ليك ان شاء الله. الله يخليك. ربنا يخليه لك يا رب. ربنا يخليك، تسلمي. بكره ان شاء الله نعملها. شكرا ليكي ونورتيني واسعدتيني. طيب ادي هنحط فاكهه، فراوله على موز كفايه كده، حط حبه كمان. حط كده زي شرايح كده رفيعه، يعني عاملين شكل في الكوبايه. الواحد برضو عينه بتاكل قبل بقه. نحط موز برضو كمان، كام شريحه موز كده رفيعين، ونزقهم بالسكينه. نقطعهم رفيع قوي عشان يلزقوا معانا في الكوبايه. لو متقطعين تخم مش هيلزقوا. بس كفايه كده عشان ما يبقاش كتير، يبقى شكل الكوبايه مش لطيف. ايوه كده شايفين. نحط بقى شويه عسل. ما عندكوش عسل حطوا سكر. بصوا هنحط شويه ميه رفيعين قوي، صغيرين جدا، ممكن تحطوا حليب بس كده. نضربهم بقى كويس قوي. في نفس الوقت عينينا على الملوخيه. بسم الله. بسم الله. اهو طلعوا شويه صغيرين حلوين. مش لازم بقى نملى الكاس على الاخر يعني، اهو كفايه كده. حلو قوي، حلو قوي كده.